للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من واشنطن موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، لك أن تضعنا في تفاصيل لقاء السيد الرئيس مع رئيس البنك الدولي وجدول أعمال السيد الرئيس خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة. تحياتي إليك ريهام. هذا اللقاء الذي بدأ منذ نحو النصف ساعة لا يزال مستمرا حتى الآن، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته الذي لا يبعد قليلا عن هنا بضعة أمتار قليلة ربما يبدو في خلفية الصورة. استقبل السيد الرئيس بمقر إقامته رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، لقاء مطول لا يزال مستمرا حتى الآن. من المنتظر وحسب ما صدر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هناك تبادلا للرؤى حيال المستجدات التي طرأت على العالم من تحديات اقتصادية فرضت على الأسواق الناشئة والدول النامية مزيد من التعاون بين البنك الدولي وبين هذه الدول ومن بينها مصر. مصر قدمت الكثير والكثير من الخطط الاقتصادية لتقليل حدة هذه التأثيرات السلبية، سواء فيما يتعلق بجائحة كورونا وما بعد كورونا أو فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما لقى إشادة من جانب السيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وأعرب لسيادة الرئيس عن تطلعه لمواصلة العمل مع الدولة المصرية لتقليل حدة هذه التأثيرات والتبعات على عدد كبير من الاقتصادات الناشئة. أيضا السيد الرئيس أعرب عن شكره لدعم البنك الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتطلع سيادته إلى مواصلة هذه الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالبنك الدولي كأحد أهم شركاء التنمية في مصر. خلال ذلك من المنتظر أن يواصل السيد الرئيس نشاطه في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد انتهاء مشاركة سيادته في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية التي انتهت مساء أمس بتقديم وطرح خارطة تعاون جديد ترسم ملامح المستقبل لشراكة استراتيجية بين القارة الأفريقية من جانب وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، يكون ركيزتها الأساسية التعاون الاقتصادي وأيضا دفع جهود التنمية اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة في أفريقيا حتى عام 2063. مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقت تأثيرا إيجابيا في مخرجات هذه القمة، خاصة في كلمة سيادته التي ألقاها أمس أمام المنتدى الخاص بالأمن الغذائي ورفع كفاءة النظم الغذائية في القارة الأفريقية اتصالا بالتأثيرات العالمية لعدد من التحديات. وأيضا من المنتظر أن تحمل مخرجات هذه القمة وتوصيات هذه القمة عدد كبير من ثوابت السياسة الخارجية المصرية في التعامل مع هذه التحديات. السيد الرئيس كما تابعنا قدم النموذج المصري للدولة المصرية في التعافي من عدد من هذه التأثيرات والتحديات، كان من بينها التعافي من جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية، وأيضا التعافي والخروج بأقل الأضرار الممكنة من التأثيرات السلبية لأزمة انقطاع سلاسل إمداد الغذاء عالميا كأحد أهم التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. هناك إشادة أيضا من الجانب الأمريكي بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدثه باسم القارة الأفريقية في عدد من المحافل والفعاليات التي شارك فيها سيادته. لازلنا في متابعة مستمرة لمواصلة متابعة نشاط السيد الرئيس في لقاءاته الثنائية التي من المنتظر أن تجمعه مع عدد آخر من أقطاب الإدارة الأمريكية أو عدد آخر من المسؤولين المؤثرين في مجتمع المال والأعمال في العاصمة واشنطن. نعم ريهام، أشكرك جزيل الشكر موفد التلفزيون المصري علاء رشوان، شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية.